الشغف، يكون إنسان شغوف بذكر الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنت حينما تحب إنسانا ما، تحب الحديث عنه، تحب أن تتكلم عنه، تحب أن تسمع الحديث عنه أو عن سيرته وهكذا. فما بالك بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ أنت حينما تحب الله عز وجل يبقى لابد وألا يفطر لسانك أو لا يمل لسانك من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. طبعا أنتم تعلمون يعني المعروف للجميع في ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذكر يقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا. أي نعم، دي من صيغ ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ده نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على الذكر باللسان فقط، وإنما حتى التفكر في كون الله سبحانه وتعالى من حولك. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت، وهكذا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. شوف، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا. فالتفكر في كون الله سبحانه وتعالى من حولك هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيأتي على رأس الذكر. كونك يعني كونك مثلا حينما تسير، وأنت تسير في الطريق مثلا وترى أي شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ويلهج لسانك بقولك سبحان الله، هذه الكلمة وحدها التي تقولها حينما ترى شيئا تذكر الله سبحانه وتعالى به تملأ ميزان حسناتك، أو تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان يعني تملأان ميزان الحسنات، أو تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما أو شرب شرابا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني حينما تذكر الله سبحانه وتعالى بالحمد بعد نعمة، مثلا بعد نعمة الطعام، بعد نعمة الشراب، وتقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. حينما تقول الحمد لله بعد الطعام، الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني شوف أنت، الله سبحانه وتعالى يعني رزقك نعمة الطعام ومن عليك بهذا الرزق، وأنت يعني الله سبحانه وتعالى والذي ساقه لك، وحينما تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر الله عز وجل يرضى عنه. إن الله لا يرضى، شوف اللام اللي هي في بداية فعل الفعل المضارع يرضى، دي لام التوكيد. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. دي نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. بقى الشغف بذكر الله سبحانه وتعالى ده يدل على تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى.